سلام من الله عليكم. سحر تعطيل الزواج، كيف يتم وما هي أعراضه وكيف يستطيع الإنسان أن يدمر حياة الآخرين؟ دمرهم الله. يذهب الإنسان الماكر الحاقد إلى ساحر خبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنة فلان كي لا تتزوج. يطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرا من أثار البنت البكر أو الثيب، ثم يعقد وينفت على الآثار ويطلق بخوره ويرسم طلاسيمه ويرسل خادمه من الجن لينفذ السحر، ثم يدفع هذا السحر إلى طالبه، إما أن يدفنه في الأرض أو إن كان في ماء فيسقيه للمراد سحرها، أو يرش منه أمام البيت المراد سحره. الحالات المتشابهة مع سحر التعطيل، والذي يتشابه مع أعراض سحر التعطيل هو الجن العاشق، فإنه يقوم بتنفيرها من الزواج حتى ينفرد هو بها وحده. فإذا تقدم لها خاطب فقد يفعل بالتالي: قد يظهرها في عين من يريد الزواج بها بصورة قبيحة عند الرؤية الشرعية، وقد يظهر لها الخاطب في عينيها في صورة قبيحة، ينفر كل منها من الآخر، فإذا سألتها عن السبب اختلق كل منهما الأسباب. ولكن الذي يفرق الجن العاشق من سحر التعطيل علامة مميزة، وهي أن ترى المرأة أحلاما بالاحتلام، أو ترى نفسها كأنها تتزوج أو أنها في فرح. أما إذا لم يكن هذين العرضين فهي ذي حالة سحر التعطيل. تأثير سحر التعطيل على الخاطب: شعور الخاطب بضيق وخنقة عند التقدم لخطبة البنت أو المرأة، قد يتكلم عليها بالرغبة بالزواج بها، وعند دخول البيت يفر منها. تكثر عليه الوساوس المشككة فيها وفي سلوكيتها وفي أسلوب حياته عندما يدخل البيت وعندما ينصرف من عندهم. أسأل الله أن يفرح كل إنسان تعطل زواجه، وأسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، والسلام عليكم.